يا اهلا فيكم من جديد. تحت رعاية صاحب السمو الملك الامير فيصل بن خالد بن عبد العزيز امير منطقة عسير، انهت جامعة الملك خالد فعاليات برنامجها الصحي والتوعوي والتثقيفي الثالث بتهامة عسير، والذي استمر لمدة 6 ايام. شملت هذه الفعاليات اكثر من 215 منشط ممثلة في عدد من البرامج والمحاضرات والمعارض، بالاضافة الى العيادات الصحية العلاجية والجولات الميدانية على المستشفيات والمراكز الصحية في تهامة، بالاضافة الى زيارات المدارس. الحديث حول هذا الموضوع معنا مدير جامعة الملك خالد معالي الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود. دكتور حياك الله معنا، يعطيكم العافية الحقيقة على هالشراكة المجتمعية مع المجتمع، ويعني هالمناشط اللي قدمتموها في تهامة عسير. خليني أتكلم عن أنه يعني إيش هي العقبات اللي يمكن واجهتكم، وإيش هي الأهداف اللي أنتم تبون تحققونها في الجامعة من خلال هالبرامج؟ خليني أبدأ بالأهداف. أول شيء أشكرك حقيقي على إتاحة الفرصة، وأحييك وأحيي الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. وفيما يتعلق بمثل هذه البرامج، كما تعلمون الجامعة تهدف إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية: التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. البرنامج هذا يمثل أو يندرج تحت هدف خدمة المجتمع. تسعى الجامعة في منطقة عسير، وهي من أكبر الجامعات السعودية من حيث عدد الكليات. الجامعة تضم الآن بعد انفصال فرع بيشة إلى جامعة مستقلة إلى حوالي 44 كلية يدرس فيها قرابة 80,000 طالب وطالبة. تضم أكثر من 8,000 عضو هيئة التدريس وموظف. الجامعة تسعى لإقامة مثل هذه البرامج لتحقيق الشراكة المجتمعية من خلال تنفيذ عدد من البرامج التي تستطيع من خلال كلياتها وبرامجها العلمية. لدينا في الجامعة كليات طب وكليات صحية، طب الأسنان والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية والتمريض، وأيضا من خلال كلية الشريعة في برامج التوعية والتثقيف، وأيضا البرامج العلمية من خلال التخصصات العلمية. الجامعة كما تعلم تقع في المنطقة الجنوبية للمملكة، وهناك كثير من المناطق حقيقة تحتاج إلى أن الجامعة تنزل إلى تلك المناطق في الميدان، وتحقق ولله الحمد من خلال إقامة هذا البرنامج تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير. وقامت الجامعة هذه الفعالية الثالثة السنة الثالثة، استفاد من هذه الفعالية فقط أكثر من 6,000 مستفيد، وفي إجمالي البرامج الثلاثة أكثر من 20,000 مستفيد من خلال البرامج الصحية والبرامج التوعوية والتثقيفية. جميل دكتور، أنا حقيقة أنا أهنيكم على هالمبادرة، وأهنيكم حقيقة على هالخطوة الجميلة من خلال أنكم بدل كجامعة صرت تطلعون للمجتمع، تروحون للقرى والمدن والمحافظات اللي حول يعني مقر الجامعة وتقدمون هالخدمات. أتمنى الحقيقة الجامعات يحذون حذوكم، وأتمنى بعدكم أنتم تستمرون في برامج أكثر إن شاء الله الفترة الجاية بإذن الله، وإن شاء الله أن البرنامج يتطور أكثر من هذا. لدينا إن شاء الله تطلعات بإذن الله، إن شاء الله السنة القادمة سيكون أكثر فعاليات وأكثر برامج، وستشارك معنا أيضا شخصيات لها دور بإذن الله في تقديم هذه البرامج. وحنا معاكم إن شاء الله في تغطية بإذن الله مستمرة. شكرا لك معالي الدكتور عبد الرحمن الداود مدير جامعة الملك خالد. شكرا لكم بعد مشاهدينا الكرام لمتابعتكم لنا. وصلنا لختام حلقتنا، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء في حلقة جديدة من يا هلا في 8 مساء كالعادة. خلكم مع الموعد إن شاء الله في أمان الله.